الوطنية ووركشوب اللي تنظموا مع شركة بان ماروك. هاد اللقاء وطنية مشات بدات من واحد الفكرة في 2017، علاش ما نجمعوش في نهار واحد جميع الناس اللي مأونجاجي في القطاع ديال النظافة العامة ومحاربة الآفات. معنا اليوم السلطات العمومية، الوزارة الصحة، وزارة الداخلية، ومكتب الوطني للسلامة الصحية المواد الغذائية، اللي كاينين معنا اليوم باش نتشاركوا كاملين في المقبل ديال هذا القطاع، وكيفاش هذا القطاع خصو يتقنن وخصو يتنظم، وخص الناس اللي كيخدموا اللي كيستعملوا المبيدات في النظافة العامة، اما في الدار ولا في اوتيل ولا في معامل ولا في السبيطارات، يكونوا في المستوى من جهة الكوتي التكنيك، يعني يعرفوا يستعملوا المبيدات، يعرفوا يستعملوا يخلطوا يستعملوا تقنيات مختلفه باش يوصلوا لنتيجه عاليه، وفي واحد الراي اللي خصو يبقى الرئيسي اللي هو حفظ الصحه والبيئه. الشرف لنا ان نقبلوا واحد الحضور ديال اكثر من 120 شخص. اليوم اللقاء بدات مع الدخول ديال وزاره الصحه اللي هضرات على واحد المشروع اللي غادي يوصل ان شاء الله مع الوقت، مع 3 سنين 4 سنين على حسب لافونسمون بارلمونتير، واحد الرخصه اللي غتعطى المهنيين في المجال، مختصين في المجال. عندنا 70% ديال الحضور هما هاد المهنيين المختصين اللي كيحاربوا الافات وكيحافظوا على صحه المواطن، ولقيناهم مع دي سيونتيفيك اللي كيخدموا في كليه البيولوجيا في جديده مع البروفيسور طاهري، ولا في خارج المغرب مثلا مع سي البرت بيكاس برنارد من برشلونه، اللي هضر معنا على كيفاش نختلفوا المقاربه التقنيه ديالنا ملي كنجيو نحاربوا مثلا الحشرات كما سرق الزيت اللي كنعرفوا، ولا النمل مثلا. الهدف الرئيسي هو نخرجوا من هذا اللقاء ونستافدوا كاملين، ونحاولوا نطبقوا هذاك الشيء اللي غنتعلموه اليوم في هذا اللقاء. المعهد المغربي للتقيس هو مؤسسه عموميه خضع للوصايه ديال وزاره التجاره والصناعه، بالمهام ديال الاساسيه هو اعداد المواصفات الوطنيه، هو منح شهاده بالمطابقه لهذه المواصفات، هو تمثيل المغرب لدى المنظمات الدوليه والاقليميه للتقيس، هو التكوين في مجال التقيس، وكذلك نشر المعلومات المتعلقه بالتقيس وبالقوانين التقنيه وبكل ما يهم يعني الانتاج، توصيف الانتاج ولا مطابقه الانتاج المنتجات للمواصفات او للتشريعات التقنيه. وفي هذا الاطار قمنا باعداد تقريبا 17000 مواصفه مغربيه لحد الساعه، ومن بين هذه المواصفات في سنه 2018 تم اعتماد مواصفه مهمه هي مواصفه محاربه الحشرات، يعني موضوع الندوه، والان الهدف هو يعني المشاركه في هذه الندوه من اجل النظر مع المهنيين في كيفية تطبيق هذه المواصفة، لأن المواصفة معتمدة وكتحتوي على مجموعة من الإمكانيات التقنية والعلمية اللي وضعها رهن الإشارة ديال المقاولة المغربية أو رهن الإشارة ديال المهنيين، غيساهم في تحسين العمل ديالهم، في يعني بروفيسيوناليزي العمل ديالهم، ويوليو كذلك أهلا لثقات جميع المؤسسات اللي كتطلب الخدمات ديالهم، لانها كتحتوي على مجموعه من الممارسات اللي جري بها العمل على المستوى الدولي، وهذه هي الوظيفه الاساسيه للمواصفات، وهي انك كتشوف احسن الممارسات على المستوى الدولي، على المستوى الاوروبي، على المستوى الاقليمي، وكتقوم بدمجها في مواصفه وطنيه وكتوضعها رهن اشارات المقاولات المغربيه ورهن الاشارات المستعملين هذه الخدمات.